السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نود التنويه إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى منكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث في أثناء كلمة لزعيم ميليشيا بدر هادي العامري وهو يلقي خطابا في ذكرى مقتل الإرهابيين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وحوله طبعا أنصار وأتباع ومنتفعين، خرج صوت هادر لمواطن عراقي هتف ضد هادي العامري والميليشيات خلال تجمع قادة الميليشيات، حيث طبعا تم إسكاته ومنعه من الهتاف ضد هادي العامري. دعونا نشاهد هذا المقطع. فلنتابع التعليقات التي وردت حول هذا المقطع في فيسبوك. حسين يقول، حسن أو حسين يقول: عاشت إيدك صدق باطل. عمار القنصل يقول: هذا صوت الحق أمام السلطة الفاسدة. وبالنسبة للتعليق الأول يمكن يقصد صدق بطل يعني. سيف يقول: كلمة حق قالها. في تعليق أخير لدينا زين العابدين يقول: والله وعافية زلمة معدل لاعب بحلقك. طب أو لاعب حلقك. طبعا هذه التعليقات هي جزء بسيط، وهو طبعا لا توفي حق حتى الشاب أو الشخص الذي هتف في وسط أنصار هادي العامري بهذه الطريقة، لم يخش طبعا الغدر الذي متوقع هو طبعا من الميليشيات وعلى رأسهم هادي العامري، لكنها كلمة حق خرجت من كل هذا الباطل. دعونا الآن نشاهد اعتداء القوات الحكومية بالضرب والسب والإهانة على خريجي كلية الهندسة في محافظة المثنى أثناء اعتصامهم أمام مصفى السماوة للمطالبة بالتعيين، كما طالبوا بتدخل شيوخ العشائر في المحافظة لإنهاء هذه الاعتداءات ضدهم ومحاسبة المعتدين. فلنتابع. سلمية طالعين سلمية، ما عدينا أحد ولا شتمنا أحد. تنزل هذول يضربون بينا؟ هو منو صعدكم ومنو سواكم غيرنا؟ ليش هيجي؟ وين الشرف؟ وين الغيرة؟ أنا طالبة كل يوم بغيرتك. طبعا تابعنا هذا المقطع، فلنتابع التعليقات التي وردت حول هذه الانتهاكات من القوات الحكومية. إيمان تقول: ما أعرف وين الخطر بمجموعة مهندسين ما عندهم بس الخوذة حتى تعتدون عليهم بهذا الشكل بالضرب والشتم بلا ذرة إنسانية. تعليق من زهراء تقول: مع الأسف هيك يتعاملون ويا أصحاب الشهادات، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. تعليق آخر من أم حيدر تقول: ولدنا وعزوتنا، لكم كل المحبة، نساندكم ونظل وياكم، لا تخافون، ما ضاع حق وراءه مطالب، الحقوق تؤخذ ولا تعطى. ونور تقول: مع الأسف والله هذا حال المهندس العراقي، مهندسين سلميين طالعين يطالبون بحقهم. كانت هذه جزءا من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع.
خرجت تظاهرة حاشدة للمتظاهرين أو للمحاضرين المجانيين في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم وإنهاء التسويف الحكومي لهذه الشريحة، حيث ردد المتظاهرون خلال تظاهراتهم هتافات مناهضة للأحزاب الفاسدة. فلنتابع. طبعا ننتقل الآن من تعليقات الفيسبوك إلى تغريدات تويتر، حيث تفاعل مغردون عراقيون على منصة تويتر مع قضية المحاضرين المجانيين وأبدوا تضامنهم التام معهم وطالبوا بإيجاد الحلول الجذرية لمعاناتهم. فنتابع جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. إسراء تقول: إدراج الخريجين القدامى بالموازنة وجعل قضيتنا بند من بنود الموازنة مثل قرار 31 وقضية المحاضرين المجانيين، نريد حقنا المشروع لا أكثر وهو التعيين. في تغريدة من علي يقول: علي، الطالب في العراق يبحث عن المستقبل ومعلمه محاضر مجاني، المحاضرين المجانيين أمانة في أعناقكم. زينب تقول: عدم كفاية الكادر التدريسي يمكن إيجاد الحلول له من خلال تعيين المحاضرين المجانيين الذين خدموا البلد من غير مقابل منذ سنوات طويلة. وفي آخر التغريدات في هذا الموضوع من نور تقول: الطالب في العراق يبحث عن المستقبل ومدرسه محاضر مجاني. يبدو أن هذا هو وسم يتفاعل عليه العراقيون الآن. تقول: إنجازات الحكومات العراقية المتعاقبة لا مستقبل للعلم والعمل في العراق في ظل حكومات ما بعد 2003. العراق انتهى على أيدي مجموعة من اللصوص كانوا يخططون لإنهائه منذ 40 عاما. للأسف الشديد أوصلوه إلى مراحل متقدمة جدا من الانهيار. في خبر آخر، خرجت تظاهرات لأصحاب الأجور أمام مجلس محافظة البصرة للمطالبة بتثبيتهم وصرف مستحقاتهم وإنهاء تسويف حكومة مصطفى الكاظمي لمطالبهم. دعونا نتابع. طبعا احنا موظفين 30,000 درجه وظيفيه تم تعييننا من قبل محافظ البصره اسعد العيداني على شكل قرعه، وتمت المناشده اكثر من مناشده مده عشرة اشهر تمت المناشدات للحكومه وللسيد الكاظمي، الحكومه المركزيه والمحليه. وبنفس الوقت احنا صارت عندنا مقابله ويا السيد الكاظمي، وعدنا بأن تم إدراجنا على موازنة 21. حتى هسه ماكو أي نتيجة. ما الذي قاله المعلقون حول هذا المقطع في فيسبوك؟ دعونا نتابع أول التعليقات لدينا مشاهدينا الكرام. في أول تعليق من أبو رقي المنصوري يقول: الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن شاء الله. في تعليق من حيدر يقول: المحافظ نايم أشو ما كان يهم الأمر. في تعليق آخر حول الموضوع، أنور المالكي يقول: إن شاء الله يصير حل لقضيتنا. وفي آخر التعليقات لدينا من علي التميمي يقول: وين المحافظ؟ خلي يجي يشوف الناس اللي عافهم. طبعا هناك غضب كبير من محافظ البصرة، وهناك غضب كبير من الفساد الموجود في المحافظة، وأسعد العيداني طبعا متهم بقضايا فساد كثيرة، لكن الحكومة تتستر يبدو على هذا الموضوع ويستمر هو في السلطة رغم أصوات العراقيين المطالبة برحيله. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة صندوق الوارد مشاهدينا الكرام. وردتنا رسالة وهي مناشدة حقيقة على إحدى منصاتنا الإلكترونية، دعونا نتابعها مع حضراتكم. الرسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا المواطنة أم كيان من منطقة النهروان في بغداد، نطالب بالعفو العام عن المعتقلين في السجون الحكومية
يرجى إيصال رسالتنا عبر قناتكم الموقرة. هذه رسالة المواطنة أم كيان. هناك رسائل كثيرة مشاهدينا الكرام تريدنا عبر منصاتنا الإلكترونية المختلفة. بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا. نراكم بعد قليل. الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة الهاشتاج، دعونا نتابع ما الذي ورد من تغريدات حول وسمنا لهذا اليوم. الوسم هو عيد الجيش العراقي. تغريدة من ديقار يقول: تحية لجيش البطولات، تحية اعتزاز وتقدير لأبطال 67 والـ73، تحية فخر وتقدير لجيش القادسية وأم المعارك الخالدة والحواسم المستمرة. عيد الجيش العراقي. صالح محمد يقول: الجيش الذي قاوم إيران 8 سنوات لا تقدر أن تقارن الجيش الذي لا يستطيع مقاتلة الميليشيات، لا تستطيع أن تقارن ما سبق بما هو موجود حاليا. في آخر التغريدات لدينا حول هذا الوسم مشاهدينا الكرام مجد يقول: فخر القادسية الثانية، عيد الجيش العراقي. جيش قبل الاحتلال الذي كان يتسم بالانضباط والعقيدة والبطولات التي طبعا رصعت تاريخه المجيد، يقارن للأسف من البعض مع الجيش الحالي، وكأنه الجيش الحالي هو امتداد لما سبق من بطولات وتضحيات. لكن للأسف هناك فرق كبير جدا. جيش بعد الاحتلال بنظر العراقيين جيش وقف مع السلطة، يقف مع السلطة، كما قال عثمان الغانمي سابقا، يقول: نحن هنا لحماية النظام السياسي، فأي جيش وطني يحمي الفاسدين. نراكم بعد قليل. الآن مع القصص المنوعة مشاهدينا الكرام. دول الخليج وجمهورية مصر العربية قاموا بالتوقيع على بيان أو اتفاق بيان العلا في القمة 41 لدول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء شرخ دام أكثر من 3 سنوات مع دولة قطر. دعونا نتابع تفاصيل أكثر من خلال المقطع الذي أنتجته شبكة AJ+ عربي، فنشاهد. هذه الجود المباركة بحمد الله ثم بتعاون الجميع للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم أمالها وتطلعاتها.
ننتقل إلى خبر آخر. طبيبة ماليزية جمعت بين العقيدة والمعايير المهنية حيث نجحت في تطوير حجاب معقم لاستخدامه في غرفة العمليات ببريطانيا. دعونا نتعرف أكثر حول قصتها من خلال مقطع أنتجته مجلة ميم، فلنشاهد. And that apparently has led to some women choosing not to go into surgery or even as medical student not to go into operating theater to learn just because you know they think they might be pulled out or because of these difficulties. في انتقال إلى إيران، إيران قامت برفع تخصيب اليورانيوم أو نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% وقامت باحتجاز سفينة وسط تأهب وتصعيد عسكري. لنشاهد هذا المقطع الذي أنتجته شبكة أنا العربي، فلنشاهد. بر اساس مصوبه مجلس انجام گرفته و ما فکر میکنیم مطابق با بند 36 برجام هست، حتما با بند 36 برجام انطباق داره این تصمیم. Say that if this announcement is going to be implemented, it would constitute a considerable departure from Iran's nuclear commitments under the JCPOA with serious nuclear non-proliferation implications. אני חוזר ואומר, ישראל לא תאפשר לאיראן לייצר נשק גרעיני. Thank you.
بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.